السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم حنان من قناة شهد، وهي قناة اللي متخصصة في مواضيع الأمومة والطفولة. يعني إذا كنتوا أمهات أو حوامل أو كيهمكم تعرفوا حول هذا العالم هذا ديال الأمومة والتربية، أكيد غادي تعجبكم القناة وغادي تفيدكم وغادي تخرجوا من كل فيديو بواحد المعلومة أو معلومات اللي هي مفيدة ومفيدة بزاف. إذا اليوم إن شاء الله غادي نقترح لكم وصفة الجرانولا بطريقة منزلية اقتصادية سهلة. هاد الوصفة هادي اللي الى بقيت نهضر على الفوائد ديالها ما غاديش نسالي، غادي يجي الفيديو طويل ما غاديش تكملوه ما غاديش تشوفوه. فاقل ما يقال عن هاد الوصفة هادي انها افضل بديل صحي. شو يدي كيبانو كيتحل دابا انا راه ما بايناش في الفيديو، ولكن واخا هكداك مولفه ملي كنهضر كنبقى نهضر بيدي وانا اذا افضل بديل صحي يعني لديك السقاطه اللي كنعطيو لوليداتنا، يعني نعوضوا داكشي اللي كياخذوا معاهم للمدرسه بهاد الجرانولا هادي. اول حاجه اقتصاديه وسهله وما غاديش تطلع لك يعني بزاف ديال المصاريف، وعاد كتصاوب واحد الكميه كبيره اللي كتبقى لك واحد الفتره من الزمن. زيد على ذلك الامهات اللي كيكونوا مزروبين شويه في الصباح وليداتهم ما كيبغيوش يفطروا، فاحسن حاجه هي هاد الوصفه هادي. تضيف عليها الحليب، تضيف عليها الياغورت، تضيف عليها مثلا بعض الفواكه، اي حاجه تضيف عليها مثلا بهذا الشكل هذا. انا غادي نضيف عليها الحليب، وها هي وجبه افطار اللي ما كاينش بحالها في القيمه الغذائيه وفي العناصر ديالها. مهم ما نطورش عليكم بزاف، نشوفوا الطريقه والمقادير. اذا ندوزوا للمقادير على بركه الله. عندي شوفان 500 غرام ديال الشوفان، رقائق كبيره ماشي داك الشوفان اللي الرقائق ديالو صغيره بزاف. عندي واحد شويه ديال الزنجلان، شويه ديال زريع الكتان، عندي شويه ديال التمر، شويه ديال الزبيب، وعندي شويه ديال الكركار وشويه ديال اللوز، وعندي واحد جوج معالق ديال العسل. غادي نزيد عليها واحد معلقه ديال زيت البلديه. صافي هذه هي المكونات اللي استعملت انا. ماشي ضروري تلتزموا بنفس العناصر اللي عندي، تقدروا مثلا تعملوا اي فواكه جافه عندكم متوفره. بالنسبه للكميه اللي استعملت هنا ما فايتاش واحد 5 درهم 10 درهم من الحاجه، يعني ماشي بزاف كنملغى شويه مع 500 غرام ديال الشوفان. ندوزو دابا للطريقه. اذا غادي نضيف الزنجلان وزريعة الكتان اللي عندي، غادي نضيف اللوز. اللوز شويه هرمشت واحد شويه ما خليتش اللوزات هكذا. غادي نملغى اللوز بوحدو، كركاع غادي نخليه حتى نخرجه من الفران. وغادي نضيف العسل بحال اللي قلت لكم، دفيته واحد شويه باش هكذا تولي لي سائله ونقدر يعني نخلط بها المكونات. ضفت لها واحد معلقه كبيره ماشي عامره بزاف ديال الزيت البلديه، فغادي نبدا نضيفها بهذا الشكل هذا. ثم غادي نخدم كاع المكونات اللي عندي بيدي. كاين اللي عادي يفضل يعمل مثلا السكر الابيض او السكر الاسمر، كاين اللي يقدر يزيد مثلا بعض الحبس ديال الشوكولا السوداء، كاين من كل واحد يقدر يزيد وينقص من هاد المكونات اللي انا عملت. غادي نحاول كاع المكونات اللي عندي تقاس بالعسل، لاننا ما غاديش نعمل السكر ما غادي نعمل لا شوكولا لا سكر. صافي البنات، انا من بعد ما خدمتها مزيان مع العسل والزيت بلديه اللي عملت، زدت واحد شويه ديال العسل لان جاتني قليله فسخنت واحد شويه اخرى وزدتها. صافي غادي نعملها دابا في الفران على درجه حراره 180 درجه، غادي نخليها من 20 حتى 30 دقيقه، وغادي نجبدها مره ونبدا نقلبها ونحركها. وصافي البنات، وغادي نتلاقى معكم من بعد. دن ها هو الشوفان ديالي بعد ما خرجته من الفران. لو ممكن خليه حتى كيتحمر كيرجع اللون ديالو هكذا ذهبي،
وصافي وكنخرجوا وكنكمل كنضيف باقي المكونات اللي عندي، كنضيف الزبيب، كنضيف قرقاع، وكنضيف التمر اللي قطعته واحد شويه، وكنعاود نخلط المكونات كلها على بعضياتها بهذا الشكل هذا. اذا وصلنا لنهايه الفيديو، كانت هذه هي الكرانولا ديالي، انا كنحتفظ بها في هذه القرعه هذه، كتبقى لي من بحال دابا هذه الكميه غادي تديني من اسبوعين حتى ثلاثه ديال الاسابيع، ما كيوقع لها حتى شي حاجه. اهم حاجه الى عندكم وليدات ما تردوش في انكم تعملوا لهم هذه الوصفه هذه، ما كطلعش بواحد يعني فلوس بزاف، بالنسبه مثلا هذه الكميه طلعت لي ما بين ديك 40 و50 درهم، فإلا جيتو تحسبوا ديك الفلوس اللي كتخسروا في السقاطة وداكشي اللي كيفطروا به اللي احيانا كيكون ماشي صحي، وصوبتوا بها هاد الوصفة هذه، فغتكونوا رابحين لا ماديا ولا اكيد تاش حاجة ما كتغلى على الصحة ديال وليداتنا، ولكن غير باش نشجعكم انكم تجربوها. فهي صحية بزاف بزاف بزاف، وما شفتوا المكونات اللي فيها، فيها التمر وفيها الزبيب وفيها اللوز وفيها قرقع، كاع هادشي هذا غني بالاوميغا 3، غني بالفيتامينات، غني بالمعادن اللي كتقوي وليداتنا لا في الجسد ديالهم ولا في العقل ديالهم، وكتقوي التركيز وكتنمي الذكاء ديالهم. اذا بلا ما نطول عليكم، الى اول مره كتشوفوا هذه القناه هذه ضغطوا على زر الاشتراك اللي كاين تحت، وخليوا لي جام الفيديو الى عجبتكم الوصفه، وبارطاجيو القناه مع الامهات والاباء اللي كتعرفوا. السلام عليكم.